حياكم الله أحبتي المشاهدين. خلفت الحروب والصراعات المستمرة شريحة كبيرة من الأيتام الذين فقدوا المعيل. أصعب شيء للطفل هو عندما يفقد حقه في العيش بصورة طبيعية، وهذا أكيد بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفاع نسب البطالة والفقر. هنا أصبح دور الأيتام لا تستوعب العدد الكبير من هذه الشريحة الكبيرة. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من ليش لا سنناقش ملف الأيتام، من المسؤول الحقيقي عن توفير الرعاية لهم، وبالتالي لماذا لا تكون هناك دور رعاية الأيتام بعدد أكبر حتى تحتضن الشريحة الكبيرة من هؤلاء الأيتام. تفاصيل كثيرة سنناقشها بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة هذا التقرير الراجعين. يقطف أطفال العراق الثمار المرة للصراع الدام الذي خلف الآلاف من الأيتام وحرمهم من حنان الأم أو الأب. أطفال أيتام يعيشون أوضاع صعبة بعد أن اختبرهم الموت بفقد أقرب الناس إليهم، وتزداد مأساتهم في مجتمع يعاني من صعوبة المعيشة في مجالات الحياة كافة، وفي كثير من الأحيان يكونون عرضة للاستغلال في أسواق العمل. ولهذا فإن لدور الأيتام مسؤولية كبيرة تتمثل بشكل رئيسي في توفير الاحتياجات المادية والمعنوية لهؤلاء الأيتام ورعايتهم وكفالتهم ومساعدتهم حتى يكونون أشخاص ذوي شأن في المجتمع ونواة بناء الوطن مستقبلا. فليتهم الحقيقي هو الحرمان من نعمة التعليم، وحتى ما يبقى هؤلاء الأطفال بانتظار المساعدات والتبرعات، على المسؤولين فتح مشاريع تجارية صغيرة حتى يشغلون بها العاطلين من ذوي الأيتام، والاهتمام بالتربية السليمة حتى ما يبقى اليتيم يعيش في ظلام دامس. وحسب مختصين يشكل غياب الأبوين التجربة الأقصى في حياة الطفل، لذلك وجوب أن نحتضن أطفال تخلى عنهم الجميع حتى ما يكونوا عرضة لعصابات إجرامية وأصحاب النفوس الضعيفة اللي ما تحترم طفولتهم. ومن الواجب أيضا أن نوقظ في داخلهم البراءة والطفولة. أحبتي المشاهدين، طبعا الطفل عندما يكون ضمن أسرته وهذه الأسرة يسودها الحب والحنان، فجأة بين ليلة وضحاها نشوف هذا الطفل يفقد الأب أو الأم. بالتالي إذا فقد الأب راح يفقد الراعي، راح يفقد الحامي، راح يفقد الحب والحنان والعطف والإحسان. هنا راح يشوف أنه نفسه هو ضائع بهذا العالم، شوف نفسه أنه شلون راح يأمن حياته، شلون راح يعيش، شلون راح يكون حاله حال أقرانه. بالتالي هنا راح تتوارد إلى مشاعر الخوف، الحزن، القلق. هنا راح يعاني هذا اليتيم من مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية. هذه المشاكل النفسية ممكن أنه هي بسبب بعض الظروف وبعض المصطلحات اللي يطلق عليه أنه هو يتيم. بالتالي هنا راح تأثر في نفسيته، راح ما يقدر انه هو يقاوم هذه الفئات وانه هو يكون حاله حال اقرانه. بالتالي انه احنا محتاجين تكون هناك رعايه واهتمام، لان هنا بسبب ممكن يعاني هذا اليتيم من الفقر والحرمان، ممكن يضطر النزول الى الشارع، ممكن يضطر انه هو يشتغل، ممكن انه هو يتسرب من الدراسه حتى يامن مصاريف البيت، وإن كان هو طفل صغير في عمر صغير. وهذا نشوفه بكل التقاطعات، بكل الأفرع، بكل الشوارع بغداد، أنه هناك فئة كبيرة من الأطفال وهم يقومون ببيع المناديل أو بهذه حالة التسول من أجل أنه هو يأمن عيشة أهله. بالتالي أنه هو راح يكون هو المعيل، وراح تكون مسؤولية كبيرة عليه وهو طفل صغير. بالتالي أنه هذه الحالة يحتاج لها إلى معالجة، يحتاج إلى رعاية. إحنا هذه الرعاية والمعالجة ما شفناها من الحكومة، والحكومة هي الراعي والمسؤول الحقيقي والأول على هذه الشريحة المهمة. لكن نتأمل بالحكومة الجديدة أن تكون مع هؤلاء الفقراء ومع هؤلاء الأيتام، لأن هم من ضحوا بأهلهم في سبيل أنه هذا الوطن. بالتالي نحتاج أن تكون هناك اهتمام بهذا الملف، وأن يضعوا الأيتام في أم عينهم بالتالي حتى يحاولون أنه ينهضون بهذه الشريحة، لأنهم صناع المستقبل. أحبتي المشاهدين، بما أنه احنا نتحدث عن الحالة النفسية، نريد نتعرف أنه ما هي الآلية اللي يجب أن يتحلى بها أو يتخذها اليتيم حتى يتخلص من مصطلح اللي يطلق عليه، مصطلح أنه أنت يتيم فاقد الأب أو فاقد الأم. شلون راح يتخلص من هذه الصورة الخاطئة اللي ممكن تطلق عليه؟ تعالوا نشوف الجواب وراجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية اليتم وقضية اليتيم طبعا من المواضيع المهمة جدا في المجتمع، لا سيما
المجتمع العراقي اللي يمر بهزات ومر بمواضيع مشاكل اجتماعية خلفت قضية اليتم، أما عن طريق الحروب أو عن طريق التهجير وما إلى ذلك. ولكن بخصوص اليتيم، أكيد يمر اليتيم الطفل اليتيم بتأثيرات اجتماعية وتأثيرات اقتصادية ونفسية. الآثار الاقتصادية نعرف خاصة إذا كان من ذوات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، نرى إذا كان الأب راح يفقد المورد الاقتصادي الرئيسي، وبالتالي يفقد الهيبة الاجتماعية ويفقد السند، ومكانة الأب هي معروفة بالنسبة للمجتمع. أما إذا فقد الأم، أكيد راح يفقد الحنان ويفقد المتابعة، وبالتالي أيضا راح يكون عنده خلل من الناحية العاطفية، وحتى من الناحية الاجتماعية نشوف اليتيم دائما يشعر هناك عنده نقص، يشعر بأن أنه هو مو منبوذ، وإنما يشعر أنه منبوذ. لماذا؟ لأن هناك كثير من السياسات الاجتماعية الخاطئة التي تتعامل مع الأيتام. مثلا في المدرسة، احنا نعرف المدارس الابتدائية هي أغلبها واقعة في مناطق شعبية، وكل المعلمين والكادر التدريسي والطلبة هم من نفس المنطقة، فماكو داعي أن كل يصير مع احتفال أجيب تراك سودات وأجيب مواد وأطلع الأيتام أمام الطلاب وأصيح اسم اليتيم الفلاني، وهذا راح يكون هو يشعر بأن هو يعني أقل من هؤلاء الطلبة الباقين، يشعر بأن هناك تعاطف، بأن هناك إنزال إلى شخصيته، وبالتالي هذا يؤثر على نفسيته. وكثير من القنوات الفضائية، مثلا ما أقول تتاجر في قضية اليتيم، ولكن تظهر اليتيم أمام الإعلام وكأنما أصبح لائحة إعلانية أو ما إلى ذلك. لذلك قضية التعامل مع اليتيم يجب أن تكون هناك تعامل بحذر، اختلاطه مع المجتمع، عدم الإلحاح في قضية اليتم وقضية العاطفة وقضية الحنان، لأن هذا إذا يزيد عن حدوده أكيد راح ينقلب إلى نتائج سلبية، وبالتالي راح يكون اليتيم بدل ما يستقبل هذا التعاطف راح ينعكس على شخصيته، وبالتالي تكون للأسف شخصيته حاقدة أو شخصيته عدوانية، وبالتالي راح ينعزل عن المجتمع لأن يشعر بأن هو مختلف عن أقرانه، أما بالمدرسة أو بالشارع أو حتى في داخل البيت. إحنا كثيرا مثلا العوائل في العيد إحنا ما يسمى بالفطرة، مثلا خلينا نجمع إلى اليتيم الفلاني وخلينا نجمع إلى اليتيم الفلاني، وهذا خطيئة اللي تأخذوا منه. هذا التعاطف الزائد راح يكون له فد نفسية قلقة، نفسية كئيبة، نفسية منعزلة، وبالتالي قد تكون شخصية عدوانية وشخصية حاقدة في المجتمع. طبعا هناك منظمات وهناك مؤسسات وهناك رحمي القلب يقومون بتوفير جزء بسيط لرعاية الأيتام، ويعني هناك مؤسسات أيضا خيرية تقوم برعاية وكفالة جزء من الأيتام، لكن الجزء الأكبر هم بدون رعاية وبدون اهتمام، هم يتعايشون مع مرارة اليتم. أحبتي المشاهدين، طبعا اليتيم هنا هو ليس بحاجة فقط إلى يعني رعاية تكون هي بالملبس وبالمأكل، لأن هناك بعض المؤسسات والمنظمات تكون رعايتهم محدودة ومقتصرة على جزء بسيط جدا، هو كأن يكون مثلا بمناسبات الخاصة ومناسبات اللي يعني المعروفة مثلا العيد، رمضان، يعني هذه الأمور يقومون بإهدائهم بكسوة العيد، ممكن بموسم الدراسة بتقديمهم بعض القرطاسية والكتب وغيرها من التفاصيل. لكن اليتيم بحاجة إلى أكثر من هذا، محتاج أن تكون رعاية نفسية، محتاج إلى رعاية مادية ورعاية تربوية. هنا محتاجين أن نوفر لهم مستلزمات الحياة بكل تفاصيلها، ليس بمأكل ومشرب، هذه الأمور هي زائلة، لكن نحتاج أنه نقومهم، نحتاج أنه يكونون ضمن وإدماجهم بالبيئة، بالتالي هذا راح يساعدهم على التغلب على مشاكل الحياة بصورة كبيرة. أحبتي المشاهدين، طبعا احنا ديننا دين إسلامي، دين يرعى ويهتم بموضوع اليتيم ويحث على كفالة اليتيم، لكن نحتاج إلى تضافر الجهود من قبل المجتمع ومن قبل الحكومة ومن قبل كل شخص أنه يهتم وعنده حس الاهتمام باليتيم وكفالته.
أحبتي المشاهدين طبعاً اليتيم هنا محتاج إلى تكون هناك برامج. طبعاً بعض المنظمات تقدم برامج ترفيهية أو برامج يعني بسيطة، وهذا إذا يعني عدد قليل، لكن إحنا محتاجين تكون برامج تطويرية لهذا الشخص ولهذا الفرد ولهذا الطفل ولهذا الشاب، بالتالي حتى يقدر إنه هو مستقبلاً إنه هو يتعايش مع الواقع، وبالتالي إنه هو حتى يعتمد على نفسه ويقوم بكل مستلزمات عائلته. بما أنه إحنا ديننا إسلامي، هناك ضوابط وضعت للتعامل مع اليتيم حتى ينمو نمو صحي وسليم. تعالوا نشوف هذه الضوابط ما هي وراجع لكم. فيما يخص اليتيم لغة، الذي يفقد أباه بأي حال من الأحوال بالنسبة للإنسان، أما يقول العلماء بالنسبة إلى الحيوان فإن اليتيم هو الذي يفقد أمه. والأحاديث التي وردت إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب والسنة في أكثر من موضع، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويقوم بقرن السبابة والوسطى للناس. فلذا وردت كثير من الأحاديث الاهتمام والرعاية للأيتام، لحتى لقب أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه كافل اليتامى. وحفيد الإمام السجاد سلام الله عليه كان يقولون في هذا الطاووس اليماني، يقول: كنت في يوم من الأيام وليلة شاتية، وقد رأيت الإمام السجاد وعلى ظهره غراوة. غراوة يعني فد كيس مملوء بالطعام. قلت له: يا ابن رسول الله، دعني أحمل عنك هذه الغراوة. قال: لا، إني على سفر. فبعد يومين، وما كان السفر آنذاك بهذه الحداثة في الطائرات أو السيارات أو القطارات، كان يطول، رأيت وقلت له: يا ابن رسول الله، ما رأيت عليك أثرا من السفر. قال: لا حيث تظن، إنه سفر الآخرة، كنت أطعم اليتامى. فلذا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحد أصحابه لما ينقل عنه يقول: كان يطعم اليتامى باللوز والعسل، وهو يقول كان يضعهم في حجره ويقول: ما أن تأوهت من شيء رزقت به كما تأوهت في الأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. وحتى لقب أن أمير المؤمنين بأنه كافل اليتامى، وكذلك كل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان يحثون على الاهتمام بهذه الشريحة حتى لا يحس أو لا يشعر بأنه أن المجتمع لم يقوم بواجبه تجاه هؤلاء. ولذا أن النبي والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وحتى أن علمائنا الأعلام، نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، وخصوصا سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، قد أجاز لأهل العراق أولا هذه الإجازة خاصة بأن يدفعوا الحقوق الشرعية يدا بيد لمستحقيها من اليتامى، حتى أجاز مؤسسة العين بأن تكفل كثير من اليتامى بهذا الموضوع، وخصوصا حتى متابعتهم ومتابعة دراستهم ومتابعة احتياجاتهم. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتفقد في الليل ويأتي إلى امرأة لديها أيتام، وأمر بأمين الخزانة تي لهم بالسكر والدقيق
السامن ويقوم هو بمساعدتها على طهي الطعام وإطعام الأولاد، ويقول ذلك ويل لمن حرم هؤلاء من حصتهم من هذا المجتمع. وهذا هو كل ما نستطيع أن نقوله عن طريق إذاعتكم وقناتكم المباركة، بأن المجتمع لا بد أن يبحث عن هؤلاء ويدخل السرور عليهم. ولذا وردت الكثير من الروايات: من مسح على رأس يتيم كانت له كفارة من الذنوب، ومن أدخل السرور عليهم كان شريك النبي صلى الله عليه وآله ومجاورته في الجنة. الآن نتحدث عن دور رعاية الأيتام. إذا جينا حكينا عن هذه الدور فهي عددها جدا قليل مقارنة بعدد الكبير لشريحة الأيتام. هنا هذه الدور وإن وجدت فهي بطاقة استيعابية محددة، كأن تكون 100 يتيم أو أكثر أو أقل حسب الدار وطاقة الاستيعابية. بعض الأيتام هم فاقدي الأب والأم، محتاجين أنه يتوجهون إلى هذه الدور، والدور اللي معنية برعاية الأيتام وكفالتهم. بعض الأيتام هم لديهم من يرعاهم من أهل الأب أو أهل الأم لكن يتخلون عنهم، بالتالي محتاجين إلى هذه الدور، لكن عندما يتوجهون إلى هذه الدور ممكن أنه هي ما تستقبلهم أو ما تستوعبهم. هنا وين يروح اليتيم؟ وين يعني يشوف نفسه أنه هو ضائع بعالم مليء بكثير من التفاصيل لكن لا يستطيع أنه يتعايش مع هذا العالم، بالتالي يضطر النزول إلى الشارع. هنا اليتيم راح يكون هو عرضة لاستغلاله من قبل ضعاف النفوس، راح يقومون مثلا مجاميع الإرهابية أو اللي عندهم غاية معينة يحاولون أنهم يتصيدوهم، بالتالي راح هذا اليتيم يعيش حياة يعني تكون ممكن هي سلبية إلى وبالتالي للمجتمع. يعني إذا ما تم رعاية هؤلاء الأيتام بصورة صحيحة ممكن يكونون هم مضرين للمجتمع بسبب مثل ما قلنا استغلالهم من جهات معينة أو من عصابات وغيرها من التفاصيل. أحبتي المشاهدين، بالإضافة لأن هذه الدور هي ينقصها الكوادر اللي تقوم برعاية الأيتام. الأيتام الموجودين ببعض الدور هم متقدمة لهم رعاية كافية، وهذا بسبب النقص في الكوادر، لأن مثلا أيتام أطفال هم بحديثي الولادة أو بعمر سنة سنتين إلى 5 6، هاي الفئة محتاجة إلى رعاية تامة، محتاج أنه من يقوم بواجباتهم من مأكل وملبس وتفاصيل كثيرة نومهم، يعني هاي أمور يحتاج لها أن الشخص هو اللي يقوم بها لأن هو غير قادر على قيام بإداء واجباته نفسه الشخصية. فهنا نحتاج أن تكون هناك رعاية واهتمام، نحتاج أن توفير كوادر حتى تقوم برعاية هؤلاء. بالتالي السؤال هنا ليطرح من الكل: لماذا لا تكون هناك دور كافية لرعاية الأيتام إذا إحنا نعرف أنه عدد الأيتام كبير؟ إذن ما هو السبب عدم وجود هذه الدور عند عدد كافي؟ وبالتالي كيفية معالجة النقص الحاصل بالكوادر اللي ترعى الأيتام بهذه الدور؟ شوف الجواب وراجعيكم. طبعا حضرتكم تعرفون انه دور الايتام هي عبارة عن دور ايوائية، معناته انه لازم ان يكون الكادر المختص موجود طيلة 24 ساعة في هذه الدور. طبعا الكادر المطلوب للعمل في هذه الدور هو متمثل بشريحتين مهمتين، اللي هو عمال الخدمة والباحثين الاجتماعيين. النقص الحالي اللي موجود، طبعا احنا يعني قبل هذا الموضوع احنا لازم انه نشير الى انه ابتداء من عام فك الارتباط اللي هو عام 2017، من انفكت هذه الوحدات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وباتت عائدة الى الحكومات المحلية، لم يتم تعيين اي شخص في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعرفون حضرتكم يعني اليوم كل سنة الموظفين طلعون تقاعد ويهاجرون وبعضهم يتوفون إلى رحمة الله، لم يتم تعويض هذا الكادر بأي شكل من الأشكال، طبعا مع تزايد أعداد المستفيدين. هذا الموضوع ولد فجوة في العمل حقيقة، ولد عندنا خلل واضح، لأنه اليوم قلة الكوادر الوظيفية سببت هذه المشكلة. فمطلوب حقيقة أنه يتم إعادة النظر
بالتعيينات لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والموافقة على فتح باب التطوع للعمل في هذه الدور على الأقل يعني لحل حالة الموضوع ولو بشكل يعني مؤقت، أو أنه أن يتم تنسيب بعض الموظفين من بقية الدوائر إلى دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا جزيلا. الآن نتحدث بنقطة جدا مهمة، أنه هذا اليتيم يوما ما يكبر وبالتالي من حقه أنه هو يأسس حياته ومن حقه أنه هو يتزوج. عندما يتوجه هذا اليتيم إلى أي عائلة ميسورة، عائلة يعني هذه البنية عندها أم وأب وعايشة عيشة سليمة، عندما يتوجه هذا اليتيم سواء كان الولد أنه يتوجه إلى هذه العائلة لأنه هو يخطب الفتاة، بالتالي الأهل يرفضون. ليش؟ لأن هذا يتيم، وهذا نتيجة النظرة الخاطئة اللي ناخذها أنه عن اليتيم وأنه هذا ما عنده أهل، ما عنده حسب ولا نسب، ما راح يقدر أنه هو يوفر عيشة كريمة ومناسبة لبنتنا. وكذلك الفتاة عندما يتم أنه شخص يريد يتقدم لها ويعرف أنه هي يتيمة يتركها، يقول لك لا. هذه في بعض الحالات يعني تقريبا أنه هناك حالات لا يقومون يعني بمراعاتهم وأنه هم يفرحون عندما يحاولون أنهم يتزوجون من يتيم أو يتيمة. هنا اليتيم هذا اللي ترفضه ممكن أنه هو يكون أحن على بنتك من أي شخص آخر، لأن هو عاش مسألة الحرمان وعاش أنه مسائل كثيرة والألم ويحس بهذه المشاعر، بالتالي ممكن بنتك ما راح تعيشها ويحافظ عليها ويصونها. وكذلك الفتاة هي عاشت حياة مليئة بمرارة اليتم والحزن والقلق، بالتالي ممكن أن هي تكون زوجة صالحة. فنحتاج أنه إحنا نغير هذه النظرة الخاطئة عن اليتيم وأنه هو حالة حال أي شخص آخر بالمجتمع، ممكن أنه هو يكون فعال أكثر من أي شخص آخر. النقطة الأخرى، بالقانون العراقي أكو مادة تنص أنه هذا اليتيم بعد أن يصل إلى السن القانوني وهو 18 سنة عليه أنه هو يترك الدار، إذا كان في دار رعاية الأيتام عليه أن يغادر هذا الدار، ممكن مو جبرا لكن ممكن أنه هو يحق له أنه هو يترك الدار ويتوجه إلى أي مكان آخر. هذا اليتيم ممكن انه عنده معنى ما عنده مكان اخر انه يذهب اليه، بالتالي محتاج الى انه هذا القانون يتغير. ليش؟ لان هنا وين يروح هذا اليتيم؟ اني ما سويت له امور انه هي تحاول تدمجه بالمجتمع، او ما موفري له عمليه انه هو المهارات تطويره، بالتالي دراسته بصوره كبيره او وصوله الى مرحله انه نقدر نعتمد عليه وانه هو يقدر يخرج من الدار ويأسس حياه يعني كامله وسليمه. فهنا محتاجين ان تكون هناك وقفه مع هذه النقطه جدا مهمه، نحتاج انه يكون هناك تغيير بهذا القانون الذي يضر اليتيم. بالتالي هنا الدار ما راح يقدر يجبر اليتيم ويقول له لا ما تطلع، حيقول لك حقي، لكن ممكن انه هذا اليتيم بعد خروجه او بعض الدور انه هي تجبر بعد حسب كل دار، لان اكو ماده هي لازم انه هذا الشخص ضروري انه يخرج من الدار ويفرغ مكانه لاستقبال شخص اخر. بالتالي هنا ممكن انه يستغل من العصابات، ممكن انه هو يشتغل شغل هو مو لائق بحقه، وتحديدا البنات هنا ممكن انه هي تتجه الى طريق خاطئ. فهنا نحتاج انه السؤال اللي يطرح من البعض انه ماذا نعمل انه اذا حان وقت الخروج اليتيم، وشنو مشاعره انه عندما يحين وقت الخروج من هذه الدار هو ما عنده اي شخص يرعاه، بالتالي هل تم اعداده لهذه المرحله؟ هل تم اعداده الى انه هو يتعايش مع الواقع الخارجي اللي هو يختلف عن الواقع اللي كان في الميتم؟ تعال نشوف الجواب وراجعين. دار الصديخ لرعاية الأيتام الكبار هو دار إيوائي خاص للأعمار من عمر 13 سنة لغاية 18 سنة، وهذا الدار تابع بكل تفاصيل لمحافظة بغداد، مديرية العمل والشؤون الاجتماعية لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. يطلق مصطلح المستفيد على كل أبناء الدار بعد أن يتم تحويلهم من دار براعم الصغار. بالنسبة للبرامج تختلف عن دار الصغار، فهناك ينتظم المستفيدين في المدارس الخاصة ابتدائية متوسطة وإعدادية، وهناك بعض من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية. أما بالنسبة للخدمات التي يقدمها الدار فتكون متنوعة ما بين رياضية اقتصادية صحية
ويتم معاملتهم عن طريق برنامج خاص معد من قبل الإدارة وشعبة البحث الاجتماعي والكادر التعليمي ومتابعتهم في المدارس التي يسجلون يتم التسجيل والمواظبة في الدوام بهم. طبعا هناك نقطة مهمة بالنسبة لعملية المعاملة تختلف ما بين المسجلين في المدارس النظامية وما بينهم التاركين الدراسة، فيتم التأكيد عليهم في محاولة لإرجاعهم إلى الدراسة المسائية، فإن لم يفلحوا فيتم إدخالهم في دورات خاصة تكسبهم مهارة فنية معينة كالحلاقة أو صيانة الحاسبات أو صيانة الموبايل إلى آخره، لكي يكون عنصر نافع في المستقبل. وهناك من بعض من يكمل الدراسة أيضا قد تصل إلى المرحلة الجامعية فيتم متابعته، وأيضا من بعض جهات خاصة قد تكون خارج الدار. بالنسبة لمسألة اليتيم قد لا يكون بالضرورة قد فاقد الأبوين، قد وإنما نتيجة التفكك الإنساني، الهجر، الطلاق أو التشرد. مسألة القانون قطع العلاقة يتم عند بلوغ المستفيد لعمره 18 سنة، يتم تقديم طلب من قبل الدار إلى الدائرة لقطع علاقته، ويتم استلامه طبعا ما بعد هذه الفترة من قبل ذويه، الأب، الأم، الأخ، الأخت، العمة، ويأتون إلى الدار لاستلامه ولا يتم إرساله مباشرة. أما بالنسبة للذين، وهي المشكلة الكبيرة طبعا التي نعاني منها، الذي ليس له مثلا أحد أو معين أو أحد من الأقارب ولا يمتلك، أو أيضا مجهول النسب ولا يمتلك هوية أحوال مدنية معينة، فيتم قطع علاقته وكتابة تطوع في نفس الوقت للعمل في إحدى الدور الإيوائية طبعا، ويحصل على الحقوق المادية في بعد مرحلة 18 سنة. وهناك نقطة مهمة، يجب التعاون والتنسيق ما بين محافظة بغداد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإيجاد ورش عمل معينة لتعليم هذه الفئات. وشكرا. أحبتي المشاهدين، طبعا الأيتام هم ليس فاقدي الوالدين فقط، لكن هناك أيتام فاقدي الأم فقط أو الأب فقط، بالتالي يحتاجون إلى رعاية كبيرة ويحتاجون إلى من يتكفلهم ويتم بتوفير احتياجاتهم. هنا حتى ما يضطر أنه هذا الشخص سواء ولد أو بنية أنهم ينزلون إلى الشارع ويتعرضون إلى ذكرناها قبل قليل اللي مشاكل كثيرة اللي ممكن يتعرض لها أي شاب أو أي شخص أو أي طفل. طبعا المؤسسات كثيرة مثل ما ذكرنا قبل قليل، لكن مؤسسة العين، ومن الأمور الإيجابية بالموضوع أنه عندنا مؤسسة فعلا مؤسسة إنسانية. مؤسسة العين هي من المؤسسات العريقة، من المؤسسات اللي هي تعنى بالأيتام وتقوم بكفالتهم ورعايتهم بصورة كبيرة وبصورة لا توصف. هذه المؤسسة هي تابعة إلى المرجع الكبير السيد علي السيستاني أدامه الله. هذه المؤسسة نقطة جدا مهمة بيها، أنه لا تقبل بأنه يطلق على اليتيم مصطلح اليتيم. عندهم انه هذا محتضن، هذا الشخص مقدر، هذا الشخص له قيمة، هذا الشخص حتى ما يمد ايده لاي شخص، بالتالي يوفروا له كل احتياجاته. اذا جينا حكينا عن المؤسسة انه هناك مبالغ كبيرة ولا توصف، المبالغ التي تصرف على الأيتام وعوائل الشهداء. يعني طبعا اكو نقطة جدا مهمة، انه هذه المؤسسة هي مو فقط انه عوائل الشهداء مثلا من لبوا نداء المرجعية فقط، بما انه هي تابعة للمرجعية، لا، من لبوا نداء المرجعية، من جرى عمليات الإرهابية، اللي ماتوا يعني اهلهم موت طبيعي، يعني يتيم يعني بصورة طبيعية، أيضا هم معنيين برعايتهم وكفالتهم. طبعا هذه المؤسسة ما معنية فقط بمحافظة معينة أو ببغداد أو أي محافظة أخرى، لكن هي معنية بكل المحافظة حتى خارج العراق، هي عندها مكاتب وهناك تقدم الرعاية والاهتمام للأيتام. أكو نقطة جدا مهمة أيضا، أنه هؤلاء الأيتام وهذه المؤسسة تقدم للأيتام التأهيل النفسي، وهذه نقطة جدا مهمة، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والتثقيفية، بالإضافة إلى موضوع التأهيل الصحي، وهي نقطة جدا مهمة أيضا، أنه هي معنية بتحاليلهم، بعملياتهم إذا احتاجوا عمليات، بكشف الطبي، تصاريف، هذه كلها تكون مجانا.
طبعا من النقاط المهمة الأخرى أنه عندهم تأهيل المهني، هنا يقومون بتوفير يعني بعض المهن أو يقومون بتدريبهم على بعض المهن قبل بلوغ هذا طبعا اليتيم إلى وصول لمرحلة البلوغ، بالتالي هذه راح تفيده في المستقبل. يعني تفاصيل كثيرة يوفرهم بما يخص الدراسة، مصاريفهم، الزواج، كل هذه الأمور هم يوفروها، بالتالي هي مثال جميل جدا ومثال يحتذى به. نتمنى من المؤسسات الأخرى تحذو حد هذه المؤسسة وتكون بهذه النقاوة، بهذا الصفاء، وبهذه الأمانة. حتى هناك من يقومون بتبرعات لهذه المؤسسة أيضا تقوم وتكون يعني توصل إلى العوائل المستحقة بصورة جدا طبيعية وبدون أي نقصان وبدون أي حرمان. بالتالي نتمنى أن تكون هناك أيضا يعني التضافر الجهود الحكومة، المؤسسات الباقية الخيرية أن تكون وتحذو حذو هذه المؤسسة، فعلا مثال يحتذى به. أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نذكر بعض النقاط المهمة، أنه يجب القيام بالواجب الإنساني تجاه هذه الشريحة المهمة ونقدم لهم الاهتمام والرعاية، ويجب أن تكون هناك هذه الرعاية بغرس مبادئ القيم والأعراف والتربية الصحيحة والسليمة، بالتالي حتى نحميهم من التشرد. ثانيا، يجب استحداث هيئات أو مؤسسات أو إنشاء دور تعمل بجد تجاه هذه الشريحة وتقديم الرعاية اقتصادياً ونفسياً وتربوياً وتعليمياً حتى ننهض بهذه الشريحة المهمة، ونكون إنه النقطة الأهم هي أن نغير هذه النظرة الخاطئة عن اليتيم ونكون مع اليتيم. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا. أنتظركم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.